السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نرسل لكم أجمل التحايا مع هذا الرذاذ ومع هذه الأجواء الخريفية، فأهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي ألوان. مسقط. الألعاب واجد حلوة. تلدون أول من مصنعة، من مسقط، من صلالة، من عدن، من ولاية بهلة، سوق أسحار، من الجزر. ألعاب مهرجان حلوة، استمتعت في الألعاب. من السعودية، ما أعرف، ما نرمي الأوساخ في 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 الجبال. رحت المهرجان أمس لألا الأماكن بكلها، رحت المرة الماضية. أحبائي متابعي برنامج ألوان، دعونا نذكركم بفقرات حلقة اليوم. كعادتنا معنا العديد من الفقرات، مثل فقرة المواهب وفقرة المسابقات وفقرة التجوال اللي ناخذكم فيها لأماكن متعددة. نتمنى أنكم تقضوا وقت جميل معنا. أحبائي نقوم بزيارة أماكن سياحية أثرية وأيضا ترفيهية، واليوم جولتنا سوف تكون في مكان يقصده الكثيرون. اليوم جولتنا سوف تكون في عين طبرق. تبعد عين طبرق عن ولاية صلالة ما يقارب 28 كيلومتراً تقريباً، وتعد من العيون دائمة الجريان، وقد تم تحسين الموقع بجداول مائية للعين وبركة صغيرة تتجمع فيها المياه. وتتميز هذه العين بموقعها حيث تطل عليها قمم جبلية شاهقة ورواب فسيحة، وتوجد بها الأشجار بشكل كثيف. والحين مشاهدينا خلونا نتعرف على أصدقائنا الأطفال اللي زايرينا في عين طبرق. عرفنا على اسمك. منذر بن سيف النعماني. والنعم، وأنت يا شاطر؟ مهند بن سيف النعماني. أنتم من وين؟ من محافظة مسقط. هذه أول مرة تجوا فيها إلى عين طبرق؟ هذه أول مرة نجي لها. كيف كانت الزيارة، حلوة؟ حلوة واجد، يعني المكان جميل بشكل عام، صح؟ ايوه. طيب بما ان نحن في مثل معانا مثل هذه الاماكن الجميله في محافظه ظفار، كيف نحافظ عليها؟ ان ما نرمي الاوساخ والاشياء اللي مثلا تقتل حيوانات، وان تساعد على البيئه. يعني تساعد على الحفاظ على البيئه، صح؟ مرحبا يا صديقاتي، عرفوني على اسماءكم. هيفاء. وانت يا حلوه؟ هند. وانتي يا شاطرة؟ بياسة. من وين انتو؟ من القعلان. وجيتوا اليوم عين طبرق؟ ايوة. هذه أول مرة تجوا فيها إلى العين؟ ايوة. كيف العين، حلوة ولا؟ حلوة. زين اشرحي لي ايش شفتي في العين؟
بحار واشجار وعشب ولا يعني قصدك ماي وافلاش صح؟ اها. وشكل المكان حلو؟ ايوه. طيب خبريني كيف تحافظي على نظافة هذا المكان؟ لا نرمي الأوساخ ولا نحط أوساخ كذا. ما نخليهم رأينا. إنزين، وإذا عندك صديقاتك جو ورموا أوساخ في الأرض إيش بتقولي لهم؟ لا ترموا الأوساخ لأن هذا المكان لازم نحطه أجمل من مكان. مرحبا يا شاطر، عرفني على اسمك. سليم مبارك أحمد علي الفاري. والنعم، وأنت يا شاطر شو اسمك؟ شهد مبارك أحمد علي الفاري. من وين انتو؟ من الامارات. حي الله باهل الامارات، جايين اليوم تزورونا في صلاله؟ ايوه. هذه اول مره تجوا فيها الى صلاله؟ لا. كم مره جيتوا لصلاله؟ ثالث مره. وكل مره تجوا الى عين طبرق ولا هذه اول مره تجوا الى عين طبرق؟ كل مره نزور العيون كلها. زين، لما كنتي تمشي عند الماي كنتي تروحي في المكان اللي وايد فيه ماي ولا اللي شويه فيه ماي؟ شويه فيه ماي. ليش ما رحتي في المكان اللي وايد فيه ماي؟ امتع هناك ولا؟ لا، لأنا بيقرق. لأنه خطير صح؟ نعم. وأنت لما شفت أخوانك الصغار يروحوا عند الماي مسكتهم؟ نعم. ليش؟ لأنه ما يصير نخلي أصدقاء أخوان الصغار يروحوا بروحهم صح؟ نعم. إنزين خبروني، عندكم أصدقاء في الإمارات والحين جالسين يشوفوكم، إيش بتقولوا لهم؟ حياكم في صلالة، الجو رائع في الخريف، حياكم. مرحبا، عرفوني على اسماكم. محمد. وانت شو اسمك؟ علي. من وين انتو؟ من يعلون. عادي، شوف على الكاميرا وانا بحط المايك. انزين، من وين؟ من يعلون. حي الله بهالينا في جعلان. بني ابو علي ولا بني ابو حسن؟ بني ابو علي. انزين، الحين بعد ما تخلصوا تتمشوا بتخلوا الاوساخ وتروحوا عنها ولا بتاخذوها معاكم؟ بناخذها معنا. ليش ما تخليهم وتروح عنهم؟ سلوك خاطي. مرحبا، عارفيني عليك؟ اسمي شفاء. من وين انت يا شفاء؟ انا من صحار. حي الله بهالينا في صحار. اول مره تجي الى عين طبرق؟ ايوه. اذا خبريني ليش جيت العين طبرق؟ يعني الناس اللي زاروها من قبل قالوا لك حلوه؟ ايوه، قالوا لي وحي وفيها ماء. زين، وانت عجبتك؟ ايوه. زين، ايش السبب الرئيسي اللي خلينا نزور العيون الجميله؟ عشان نشوف الافلاج والاوديه والشلالات، وايضا للاسترخاء والراحه النفسيه. صحيح صحيح. يعني صوت خرير الماء حلو. لا نعم. زين، خبريني بعد ايش عجبك في المنظر الرائع؟ الشلاله. وما عجبتك الخضره اللي حوالينا؟ ايوه، كل مكان تلفتي تحصلي اخضر صح؟ صح. نحمد ربنا على هذه النعمه، ولما نشوف مثل هذه الاشجار الخضراء ايش مفروض علينا ان نحن نسوي؟ ما نقطعها ونزرعها. صحيح. ومثل هذا الماي اللي يجري الصوت الحلو ايش مفروض نسوي؟ ما نلع يعني ما نرمي الوسخ فيه صح؟ ايوه. ونحافظ عليه، يعني بعد ما نشرب العصير نحطه في سلة النفايات، ما نحطه في الماي صح؟ صح. لا، عشان ما نلوثه، مثل ما نحن شفنا المكان حلو نخليه حلو عشان غيرنا يستمتع صح؟ صح. متى جيتوا الى العين هذه؟ اول مرة تجوا للعين؟ لا لا. كم مرة جيتها من قبل؟ خمس مرات. ما شاء الله، خمس مرات. ايش السبب اللي خلاك تعيد الزيارة؟ حلوة حلوة صلالة، في أماكنها الطبيعية. أكثر شيء تعجبني عين صحل نوت. ما عجبتك عين طبرق؟ جميلة عين طبرق، في عيونها جميلة، والفلق يكون مشكل على شكل متاهة جميلة وانحناء، وتكون العين زرقاء مثل الأماكن الطبيعية ثانية. ويعني تفيض العين صح؟ أيوة. يعني كل ما زاد الماي جريانه كل ما زاد المنظر روعة صح؟ صح. مرحبا، عارفين على اسمك يا شاطرة؟ ريان. وانتي شو اسمك؟ سقع. من وين انتو؟ نزوة. هذه أول مرة تجوا فيها إلى عين طبرق؟ كم مرة جيتي؟ مرتين. وحلوة؟ هي. إذا خبريني ليش جيتي مرتين؟ ليش ما جيتي بس مرة؟ عشان المكان حلو؟ ايوه. زين خبريني ايش شفتي في المكان؟ عادي قولي لي ايش شفتي، ماي واشجار. يلا اشرحي لي ايش شفتي. فلق. هو بعد اشجار. ايوه. وايش غيره؟ والعين فيها ماي وايد. ايه. يفيض صح؟ ايه.
إذا خبريني لعبتي؟ نعم. إيش لعبتي؟ بالماء. لعبتي معك أختك الصغيرة؟ بس ما خليتيها تقترب من الأماكن الخطيرة صح؟ هي. إذا خبريني أنت رحتي عند الماي داخل هناك؟ ها. ليش ما رحتي هناك؟ هناك حشرات. وبعد ليش ما رحتي هناك؟ عشان خطير؟ هي. وأنت تخافي من الأماكن الخطيرة صح؟ هي. إذا خبريني خبرتي أخواتك وصديقاتك إنهم يبتعدوا عن الأماكن الخطيرة ولا لا؟ خبرتك. زين الحين شوفي على الكاميرا هذه الكاميرا وقولي حق أصدقائنا ابتعدوا عن الأماكن الخطيرة. ابتعدوا عن الأماكن الخطيرة. عيدي مرة ثانية. ابتعدوا عن الأماكن الخطيرة. شاطرة. وأنت أيضا قولي حق أصدقائنا إنهم يبتعدوا عن الأماكن الخطيرة. ابتعدوا عن الأماكن الخطيرة. طيب شفت العين نظيفة ولا مش نظيفة؟ نظيفة. ليش نظيفة؟ كيف تكون العين نظيفة؟ شرحي لي. لما مثلا نتمشى وايش لما نتمشى ايش نخلي اوساخنا ونروح عنهم ولا نشيل الحين؟ أسعد الله مساكم متابعي برنامج ألوان، ويا مرحبا بكم أطفالنا الحلوين في هالجولة. كما عودناكم مقابلاتنا مستمرة وبشكل يومي، فنتمنى للجميع قضاء وقت ممتع. مساءك أسعد. ممكن تعرفين على اسمي كريم؟ نجاة. نجاة والنعم من وين؟ من جعلان بني أبو حسن. يا أهلا وسهلا منورينا في صلالة. نجاة متى وصلت صلالة؟ اليوم والله واصلين على طول المهرجان. أيوة. وين ناوية تتقولي في المهرجان؟ بروح شوية المعرض ندور ونشوف، نروح المطاعم والألعاب. معقولة نسيتيهم؟ لا بعدين إن شاء الله نشوف. يعني موجه للألعاب صح؟ أيوة إن شاء الله. عرفيني عن اسمك يا شاطرة. زهراء. زهراء من وين؟ من سمائل. يا أهلا وسهلا. وأنت يا شاطر؟ حمزة. حمزة أعطيني اسمك كامل. حمزة بن سعيد خميس سيف الحضرمي. والنعم. وأنت يا بطل؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بن علي بن سالم. حمزة خبرنا إيش تحب تلعب في المهرجان؟ السيارات. تلعب السيارات؟ يعني تحب الألعاب الهادية صح، ما تحب الألعاب الكبيرة؟ إيه. وأنت إيش تحب تلعب؟ مال السيارات. يعني تحب مع أخوك سيارات صح؟ وبعد؟ مال جودة. متى جيتوا المهرجان؟ اليوم. وين رحتوا لما وصلتوا صلالة؟ ذهبنا العين. رحتوا العيون؟ رحتوا سهل إيتين؟ أيوة. كيف شفتي الأجواء؟ حلوة. تعرف على اسمك؟ خولة بنت سالم من علي السيابية. والنعم. وأنت يا شاطرة؟ ليان بنت يوسف من علي محمد السيابية. والنعم. فيكم من وين؟ من محافظة الداخلية. من وين بالضبط في الداخلية؟ ولاية بلبل. يا أهلا وسهلا. متى وصلتوا صلالة؟ قبل أمس. قبل أمس. وين رحتوا في صلالة وأنتم مشيتوا؟ رحنا العيون، وادي دربات، ولين المهرجان. صديقتي ليان خبرينا كيف شفتي فعاليات المهرجان؟ جميلة. تحبي الفعاليات والمسابقات؟ أيوة. تحبي تشاركي فيها؟ أيوة. وين رحتي في المهرجان وين تمشيتي؟ بالألعاب. رحتي بس قسم الألعاب، ما رحتي أماكن ثانية؟ لا. بس الألعاب؟ طيب وين ناوية تروحي؟ وين ناوية تتمشي؟ عند المحلات. ونتواصل مشاهدينا مع فقرة المقابلات ونتعرف على الحلوات اللي معانا. اسمك؟
آرام بنت يوسف بن علي محمد السيابية. والنعم أخت آرام، وإنتي؟ أتاد بن سالم علي محمد السيابي. والنعم فيكم من وين؟ من محافظة داخلية ولاية بربل. والنعم فيكم، يا أهلا وسهلا، ونورتونا في صلالة. خبرونا إيش الأماكن اللي رحتوها في صلالة؟ وادي دربات وعين أثوب والمهرج. وإنتي وين رحتي؟ وادي دربات وعين أثوب. ريتاج أنا بخاطر أسمع مقطع من صوتك، بتغني لي؟ يلا نسمع مع بعض. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يبدو أملي لله، وبحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للختم وللقرآن. إيش اسمك؟ أحمد. أحمد أعطيني اسمك كامل. أحمد عبد الله عمر مغيري. والنعم فيك، من وين؟ من واصل. والنعم فيك يعني من بدية، صح؟ يا أهلا وسهلا فيك في صلالة. متى وصلت صلالة؟ جلستوا أيام كثيرة ولا شوية؟ كثير. كثير؟ وين رحتوا في صلالة؟ تمشيتوا؟ وقعدنا ونلعب طيارات. الله، رحتوا إيتي يعني، صح؟ لعبتوا بالطيارات في إيتي. وكيف رحت، كيف شفت أجواء المهرجان حلوة؟ رحت الألعاب ولا بعد؟ بعد. وين إيش هي اللعبة اللي تحبها؟ لعبة الخيل. لعبة الخيل؟ وبعد؟ لعبة المطاطية. نطناطات قصدك؟ إنزين، صوتك حلو؟ آها. شو رأيك تغني لي؟ عرفني عن نفسك يا صديقي. أنا محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله المعمري. والنعم فيك، من وين؟ من صحم. يا أهلا وسهلا بأهل صحم. وين توصلت صلالة؟ توصلت صلالة قبل أمس. وين الأماكن اللي رحتوها من وصلت صلالة؟ رحنا المغسل ورحنا العيون كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تعرفيني عن اسمك؟ فاطمة. فاطمة أنت من وين؟ من أم القيوين. فاطمة متى وصلتوا صلالة؟ يوم السبت. وين الأماكن اللي رحتوها في صلالة؟ صرنا اتغدينا برا. وين في سهل إتين؟ في سهل إتين؟ اليوم صرنا في سهل إتين. طيب كيف شفتي فعاليات المهرجان؟ حلوة وايد. تحبي الفعاليات؟ هي. والمسابقات؟ هي. أكيد تحبي الألعاب، صح؟ رحت الألعاب ولا بعد؟ الحين بس يلا. قمر خضرا ودنياها
سحر ما ينصبر منه أنا والورد نهواها نغني لجلها ونه قمر خضرا ودنياها سحر ما ينصبر منه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه صلالة ربي أعطاها ملامح صورة الجنة شرات البدر تتبالها كل هدفنه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه أنا والورد نهواها نغني لجلها ونه قمر خضرا ودنياها سحر ما ينصبر منه أنا والورد نهواها نغني لجلها ونه قمر خضرا ودنياها سحر ما ينصبر منه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه صلالة ربي أعطاها ملامح صورة الجنة شرات البدر تتبالها كل هدفنه بلد قابوس محلاها سماها لغم غطنه سماها لغم غطنه. متواصلين معاكم متابعينا الأعزاء والحين وصلنا لفقرة المسابقات ونتعرف على أول متسابقة معانا. عرفينا على اسمك. فرح اسماعيل الزدياني. والنعم من وين يا فرح؟ من مسقط. حياك الله في صلالة، متى جيت إلى صلالة؟ والله اليوم العصر الساعة 5. يعني توكم بادين الجولة ها؟ أيوة بعدنا ما رحنا أماكن. لكن أكيد مضيتي إجازة صيفية طويلة صح؟ صح والله. إيش سويتي في إجازتك الصيفية؟ يعني بس كذا نتمشى وبس يعني ما رحنا أماكن يعني جديدة. نلاحظ أن معظم الطلاب يعني اللي لا زالوا في السن الدراسي يسووا لهم جدول في الإجازة الصيفية، هل سويتي لك جدول؟ يعني سويت بعض كذا يعني نظمت بعض الأوقات للقراءة ويعني وكذا بس يعني ما سويت شيء جديد. بما أنك ذكرتي القراءة، هل صحيح تقرأ في إجازتك الصيفية؟ أيوة لأن أنا بصراحة يعني من الناس اللي كثير يحبون القراءة. طيب أنا بسألك سؤال واحتمال هذا السؤال مر عليك في أحد الكتب، ممكن أسألك؟ ممكن تفضلي. سؤالك يقول المهند اسم يطلق لأحد أنواع الكواكب أم أحد أنواع الطيور أم أحد أنواع السيوف؟ والله هذا السؤال مر علي وأعتقد أنه السيوف. مش الكواكب؟ لا ما أعتقد الكواكب. متأكدة؟ ايوه متأكدة. ما راح تغيرها وتقولي الطيور؟ لا ما راح أغيرها طبعا. وإجابتك إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من منتزه أثينا لاند بالإضافة إلى جائزة مقدمة من شركة صلالة للميثانول. شكرا لك. زين الحين أنا بسألك سؤال بس ركزي. طيب زين، من أي اللونين ينتج لنا اللون البنفسجي؟ الأحمر والأزرق. مش أخضر برتقالي؟ مش أخضر برتقالي. طيب من أي اللونين ينتج اللون خلينا ندور البرتقالي؟ الأصفر والأحمر. والله طلعتي شاطرة، طلعتي تعرف أكثر مني. أنا حسبالي أسود وأبيض. ما أسود وأبيض؟ ما أسود وأبيض. وإجابتك إجابة صحيحة. وأنت أيضا لنا سؤال لك، منطقة أثرية توجد في ولاية طاقة إيش هي؟ ميناء سمهرم. متأكدة؟ إيه. مش البليد؟ لا. وجاوبتوا كلكم إجابات صحيحة. صحيح سمهرم تقع في ولاية طاقة وأيضا اللون البنفسجي ينتج من الأزرق والأحمر. وهذه قسيمة شرائية من شركة صلالة الميثانول تفضلي، وأيضا هذه قسيمة ألعاب من أثينا لان تفضلي. شكرا لكم. ما في مكان محدد عجبك في صلالة؟ في العيون جميلة جدا والشلالات اللي فيها أيضا جميلة والجبال. أيوة.
والحين انت تتجولي في ارض المهرجان وعندنا سؤال لك، ممكن نسالك؟ ايوه. سؤالك يقول: معاكي تفاح وبرتقال وتمر، اي فاكهه من هذه الفواكه يعتبر من الحمضيات؟ تمر. تمر؟ حمضيات. تمر. حمضيات، ايش يعني حمضيات؟ شيء حامض. عندك تفاح، برتقال، تمر، شيء حامض. ايش الحامض؟ برتقال. البرتقال؟ ايوه. يعني البرتقال اللي يعتبر من الحمضيات، صحيح؟ ايوه. واجابتك صحيحه، وهذه جائزه مقدمه من اتينا لاند، وايضا قسيمه اشتراك من شركه صلاله للميثانول. نتمنى لك كل التوفيق. انتهت حلقتنا لليوم أيها الأحبة، ولكل من حاب أن يشاركنا مواهبه وهواياته أو حاب أن يقدم لنا اقتراح ما عليه إلا أن يتواصل معنا عبر الهاشتاغ ألوان_صلالة. نلتقي بكم غدا وإلى اللقاء.